يسأل سائل: هل يجوز صلاة التهجد في جميع ليالي رمضان في جماعة من الساعة 12:30 إلى 2:30 من أول ليلة وحتى آخر ليلة؟ هذا الصنيع ليس بموافق لهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إنه قد يمل الناس، ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يميز العشر الأواخر من رمضان بمزيد عبادة، كان إذا دخل عليه العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. فالأولى اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم المشقة على المسلمين. في بيتك صلي ما تشاء، في بيتك صلي ما تشاء، لأنك بهذه الطريقة تفوت على المسلمين فضيلة الجماعة في التراويح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.